منصة مسموع دوت كوم مبادرة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لخدمة الكتاب العربي، لخدمة اللغة العربية، ولخدمة الهوية العربية، كذلك لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين أو قليلي البصر الذين يحتاجون إلى مثل هذه الكتب. فتحنا باب الشراكة لكل الشركات العاملة في هذا المجال، واليوم لدينا أكثر من 6 شركات تحت مظلة مسموع دوت كوم. المنصة ستحضر مجموعة من الكتب ذات الجودة العالية بالدرجة الأولى، وأهم من ذلك التي تنقل معرفة مميزة تتناسب ومتطلبات المعرفة في المنطقة العربية، وخاصة ما يسعى إليه جيل الشباب. والاهتمام سيكون أيضا بخدمة أصحاب الهمم للوصول إليهم بكتب ذات جودة عالية تمكنهم من الاطلاع على أهم المعارف وآخر المعارف. عدد الكتب الصوتية المطلوب إنه يكون متوفر للمستمع العربي لازم يكون كتب يعني عددها أكبر، فجهة واحدة أو مؤسسة واحدة غير قادرة على تلبية هذا الطلب أو هذا الاحتياج. فمن هون إجت الفكرة، فكرة المنصة، وإحنا يعني يسعدنا جدا بوجود مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة محمد بن راشد المكتوم اللي ترعى مجال إنتاج ونشر الكتب الصوتية.